نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين نقول تشكيل الفريقين ونبدا بالنادي الاهلي تشكيل النادي الاهلي النهارده علي لطفي لحراسه المرمى خالد عبد الفتاح ظهير ايمن كريم الدبيس ظهير ايسر وقلبي الدفاع رامي ربيعه ومعتز محمد ثنائي خط الوسط الدفاعي محمد فخري واحمد كوكا ورباعي المقدمه طاهر محمد طاهر محمد كريستو أحمد قندوسي ورأفت خليل على الورق هنقول برضو التشكيل مرة تانية بس على الورق يبان أن رأفت خليل هو اللي هيلعب النهاردة رأس حرب ولكن هل في الملعب هو ده اللي هيحصل هنناقشه مع نجومنا الكبار مرة تانية علي لطفي لحراسة المرمى خالد عبد الفتاح ايمن كريم الدبيس ظهير ايسر معتز محمد ورامي ربيعه قلبي دفاع ثنائي خط الوسط الدفاعي محمد فخري احمد كوكا ورباعي المقدمه طاهر محمد طاهر محمد كريستو احمد قندوسي ورافه خليل البدلاء حرسي يعني